عم صدق اللي عم اسمعه. معقولة بعرفك كل هالمدة وما بتقولي لي شو مرضي؟ قلت لك انه انا ماني مريضة. بكفي بانا. لكن ليش هي الأدوية وليش عم تروحي على المصح؟ امي اصرت علي اجي. طيب شو هو مرضك؟ ممكن تحكي لي؟ ولا شي. شو قصتك مؤيد؟ ليش ما عم تفهم علي؟ امي امي شوفي يا روحي شو بك؟ لا تبكي لا تبكي لا تبكي. مؤيد انت امتى اجيت لهون؟ ممكن تقولولي شو اللي عم يصير هون وشو اللي مخبينه عني؟ تأكد ما حدا مخبي عنك شي بنو. طيب ممكن تقوليلي شو هو اسم مرض بانا بالضبط؟ شو هي تسميته الطبية ومين الدكتور يلي شخصه؟ انا مجنونة يا مؤيد ارتحت هلا. بانا لا تخبصي بالحكي. صار لي زمان عم عاني من مشكلة نفسية، وإذا ما عاد بدك يعني فيك تحمل حالك وتروح. خلص اسكتي، شو هالحكي الفاضي هاد؟ يعني هلأ شو بفهم من كلامكم؟ كل الأمور صارت واضحة قدامك وما في شي لتخاف منه. بس الأمور مو سهلة مثل ما أنت متخيلة. أنت ليش عم تكبر الموضوع؟ أنا ما عم كبر الموضوع، بس بدي أفهم القصة وما فيها إنه بنتي حبت ترتاح شوي لأنه هي تعبت كتير بعد اللي صار بيناتكم، فخليها تغير جو شو فيها. وبيني وبينك أنا اللي قلت لها خلينا نسافر شي يومين لأنه أنا تعبانة من الشغل، وهي كل القصة. اوعى تفكر إنه في شي مخبينه عنك. طيب ليش ما قلت لي إنها تعبانة؟ ما حبيت أشغلك على الفاضي، قلت شغلة بسيطة وبحلها لحالي. ما رح أحكي بالموضوع أكثر من هيك مؤيد، إذا مو مصدقني أنت حر. أنت لسه ما قلت لي ليش إجيت لهون؟ والله كنت جاي لحتى ريح أعصابي لأنه أنا كمان كتير متوتر. لا تغزولي لأني زعجتكم بكلامي حبيبتي. أوعك تزعلي مني، انفعلت لأني قلقان عليك بصراحة. خفت لما شفت كل هالأدوية. رح أتصل وقلن يحجزونا طاولة لأربع أشخاص لو سمحتوا. من بعد إذنكم حابة ضل أنا ومؤيد لوحدنا اليوم. خدي راحتك، نحن أصلاً ما رح نزعجكم. لا تأخذوني، أنا آسف ما سلمت عليكم. مرحبا. أهلا وسهلا. كثير انبسطنا بجيتك لهون. أهلا وسهلا. أهلين فيروز. طيب قال لك امتى رح يرجع لهون؟ يوم الاثنين. عن جد مو معقول، والله غريبة. أنا ما عم بفهم كيف ترك قصة الستاندات وحمل حاله وسافر هيك. عرفوا مين خربهم. كيف؟ من تسجيلات الكاميرات تبع الشرطة إجا كم واحد أزعار كسروا الستاندات وراحوا. كتير منيح. والستاندات الباقيين شو وضعهم؟ كسروا له كل الستاندات عدا الموجودين بأولار، ما قدروا يوصلوا لهم. هالغبي فكر اني انا كسرتهم واتهمني فيهم. ليش مو انت عصبته وهددته لاخوك؟ شلون تعتب عليه اذا شك فيك؟ هين دخانه، انا ما بطعن اخي بظهره مثل ما هو بيعمل، بس شو ما عمل مؤيد مستعد تبرري له. صحيح، قبل ما انسى، حددوا الجلسة بسبع الشهر. ان شاء الله نخلص من هالقصة خير ان شاء الله. هاي خبرتكم، انا طالع نام. يلا اصبحوا لخير. وانت بخير. وانت بخير. الحالة يلي عم عيشها غريبة وكتير صعبة علي، عشقانة مو قدران اقول لحدا عن يلي جواتي.
مرحبا. فاجأتيني بزيارتك، خير؟ شو اللي جابك؟ قلت بلا ما احكي على التليفون بجي بشوفك بنفسي. برافو عليك، تفضلي على مكتبي. كثير انبسطت بشوفتك. بتحبي تشربي شيء؟ ولا شيء، لأنه مو ناوية أتأخر. على ما يبدو إنه جاي لهون ومعصبة كثير. جاي لقلك إنه عيب عليك يلي عم تعمله. مو فهمانة ليش حاطت راسك براس مهند مع إنه الحق لابسك من تحت لفوق. هذا مهند كله ماني شايفه. بتكون غلطان إذا بتحاول تأذيه من خلال أخوه، لأنه بهالطريقة ما بتقدر تنتصر عليه، ويكون بعلمك ما رح يطلع لك معه لو مهما حاولت ومهما خططت. على ما يبدو أنه أنت ما بتعرفه لمهند منيح. أوعك تلعب معه لأنه رح تخسر. والله أنا هلأ صرت غار منه لمهند، لأنه في عنده رفيقة حلوة كتير. نصيحة لا تخلي يشوفك. العلقة معه ما رح تكون لمصلحتك. أنا عم حذرك، اصحك تتصرف معه تصرف بتندم عليه. على فكرة أنا خلصت حسابي معه من زمان، بس اللي زعلني إنه هذا هو سبب زيارتك لهون. بالحقيقة توقعت إنه يكون في شيء سبب تاني. خليك بعيد عني. إذا فعلا حابب إنك تشتغل مع شركة سينانير وكاتمان أوغلو، بعد عني. ولا تقول إني أنا ما نصحت. صباح الخير. صباح النور. انت امتى فقت؟ يا ستي صار لي زمان فايق وعم اتامل وشك. بعد اللي صار امبارح تعلقت فيكي اكثر من الاول يا روحي. عن جد انا كثير مبسوط بوجودك جنبي يا بنا. وأنا كمان مبسوطة كتير. ليش تأخرت لقلته؟ من زمان كتير أنا حابة اسمه. أنا يا بنا ظروفي صعبة كتير وفي حملة تقيل على ظهري. بس اللي صار مو ذنبك أنت يا مؤيد. يعني لو أنا محلك ولا سمح الله صار معي نفس الحادث تبعك، أبي وأمي أكيد ما رح يرضوا أني فوت على السجن. كانوا لقوا شخص تاني دخلوا محلي. قديش انتي رائعة. بعدين الحادث صار بسبب أخوك مهند، واللي عمله هو التصرف المنطقي، لأنه لو أنت اللي دخلت على السجن الوضع كان رح يختلف كله. مهند عمل اللي كان لازم ينعمل. طيب أمك وأخوكي إذا عرفوا بهالقصة يا ترى شو حيكون رد فعلهم؟ مثلي تماماً. بصراحة أنا مو حابب إنهم يعرفوا. فيني أطلب منك إنه ما تخبريهم؟ أصلاً هن ما دخلهم بهالشي أبداً، وإذا أنت مو حابب تقلهم ما بنقلهم. وحتى لو عرفوا ما بيحق لهم يتدخلوا. حتى ولو بلا ما تقلي لهم شي. سمرة صار لفترة عم تحاول تبتزني بهذا الموضوع، وإذا ما سكتت أكيد رح يعرفوا. ولا يهمك أنت، إذا صاروا دري وأنا بعرف كيف رح جاوبهم. أنا بموت فيكي. وأنا كمان.